ازيكم يا ولاد؟ معايا كوليكشن من الارواش بتاعت فاتن. مين فاكرها يا جماعه؟ مين ما اشتراش من الارواش بتاعت فاتن اللي تجنن، اللي هي على شكل القلم اللي زي كده، تحفه، ثبات، كريميه. انت ممكن تستغني عن الليب لاينرز خالص لو اخدتيهم، في منهم كل الشيدز وكل الدرجات التحفه. تعالوا كده اجرب معاكم كام درجه. بصوا يا جماعه، دي 410. عايزه اقول لكم ان هي طالعه ترند جدا في الاقلام اللي هي الليب لاينرز بتاعتنا العاديه. فتخيلي ده حجمه قد ايه لو انت جبتيه بس وعملتي بيه الليب لاينر، وهيقعد معاكي قد ايه. خلوني اجرب معاكم اكتر درجه هتحبوها، هتشتروا منها كتير، لان هي تنفع تستخدميها ليب لاينر، ينفع تستخدميها يعني على العين برضو. ثباتهم حلو جدا رغم ان هم كريمي، يعني الثبات بتاع الكريمي، انت فاهمين قصدي؟ يعني بيقعد على شفافك برضو طول اليوم، مفيش مشكله، اكل وشرب وبتاع، بيبتدي يتحرك عادي زي باقي انواع اللبس. شايفين الجمال؟ الدرجه اللي على بني النود دي كده احنا استخدمناه ليب لاينر، ينفع كمان يبقى اللبستك بتاعك. شوفوا لي جمال الدرجه دي يا بنات، 410. خليني بقى اوريكم الثبات بتاعها. ومط جدا، وينفع بقى احلى حاجه ان تحطي فوقيه الليب جلوس. انا يعني انت عايزه الليب جلوس يقعد معاكي اكتر، لازم تحطي تحته لبستك يكون مات وثابت جدا، فكده بيقعد جلوس فتره اطول على الشفايف. يلا هنجرب درجه بقى اغمق شويه لو انت سمراء، او لو انت عايزه الليب لاينر بتاعك يكون يعني متحدد اكتر. واو، كده احنا استخدمناه ليب لاينر، ينفع تاخدي لون تاني وتعمليه. طبعا بحب استخدم ده على العيون برضه، هوريهولكم على العيون عامل ازاي. شوفوا لي الدرجه، انا بحب البتاع بتاع فاتن ده من زمان، 402، رهيبه. تعالوا بقى نحط احمريكا عشان يمشي كده مع المنكير بتاعي. هتعملي المحدد الليب لاينر بتاعك في ثانيه الا ربع. تحفه. او ماي جاد، او ماي جاد بجد حلو قوي قوي قوي، اللي هو رقمه 413، فظيع. في بقى بعد 413 دي، شايفين الفرق يا بنات؟ بيكون واحد ده بيكون داخل يعني جوه اللون بتاعه، على يعني داخل في مكوناته الازرق، فكده بيدي ده، اما ده داخل المكونات بتاعته الاورنج، برضه بحبه وبيطلع حلو على استنى. فسفوريا اللي هو ايه؟ عايزين نروح الساحل. رهيب، وبرضه بينور البشره. بس حلو ازاي الدرجه دي اللي هي 423. بعد كده يجي اللي هو 415، شايفين الفرق؟ ده على بينك اكتر، ده على احمر اتقل، ده على اورنج. تعالوا اوريكم اللي هو 415، انا بحبه قوي وعايز شتا اكتر. انتوا شايفين السهولة في الأداء؟ وقد إيه بيجمنتد؟ يعني أنت بمجرد ما بلمس القلم كريمي وتحفة، وبيتفرج على الشفايف بسرعة بجد. أمر. دي اللي هي 415. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة في الدقة بتاعة اختيار الدرجات؟ ده اللي أتقل منهم كلهم، اللي هو داخل على نبيتي شوية، رقمه 422. حلويات؟ لا 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 لا، 422 ده انا، دي شخصيتي، فظيع. والله لو قعدت احط فيه من الصبح مش هزهق.
دي الدرجة 436، برضو دي جاية على بنكاشي شوية. هو تحفة جدا، وزي ما قلت لكم بستخدمه بقالي سنين شوية. الدرجة اللي هنا على القلم بتختلف عن اللون شوية، وطبعا هو بيفرق من على بنت للتانية، ممكن تلاقيه على بنت سمراء درجته غير على بنت بيضاء. احط بقى شيد اغمق اللي هو شتا شويه، ودخلنا بقى مع البنيات. الشيد ده فرهيب، هقول لكم الدرجه، درجته 453. ده يا جماعه يا نهار ابيض على الجمال، تحفه. عايزه اوريكم مثلا وانا بحط عليه ليب جلوس، هوريكم لان ده بحبه قوي بالليب جلوس. هوريه لكم مع جلوس. او 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 فهمتوا الفكره؟ تحفه يا جماعه. الرقم بتاعه اللي هو 453، الليب كومبو ده مع بعضه كده في قلبي. احنا ممكن نغمق كمان اكتر بصوت الدرجه دي، ودي تحفه برضو اللي هي 435. دي مش هزار بقى، اوريها لكم. دي بقى مش هنحط منها كتير، يعني هو اللي على الشفايف ده بس، هنبلند كده، خلي هنا متحدد اكتر وليب جلوس. ده رقمه 435. شوفوا لي جامد جامد، لا ده فظيع. بصوا يا جماعه الدرجه بتاعته رقمها 453، ركزوا مع دي. رهيب رهيب، هو مات ورهيب، هو عليه الجلوس تحفه. يلا بقى اوريكم اللون ده يجنن يا بنات. المهم تعالوا اوريكم بقى سواتشات من الالوان الثانية. هنقول ان ده رقمه 440، تحفة حلوة قوي. وده رقمه 456. انا بوريكم بقى على ايدي عشان شفايفي انهارت. بصوا ده على بينك كده شوية، ده رقمه 447. مفيش اي فلتر، مفيش اي افكت على الفيديو، يعني الدرجة اللي انت بعملها هي بالظبط. بعد كده هوريكم دي، تنفع مع البيض والقمحيين. لو عايزاها اتقل شوية، لو انت سمرة اكتر هتاخدي دي. تمام، دي رقمها 457. عجيبة عجيبة رهيبة. دي رقمها 437. فيها لمحة موفو على بينك كشميرات، يعني لو انت فاتحة تقدري تاخدي دي، لو انت اغمق شوية تقدري تاخدي دي. دي رقمها 403. دي درجة البني بقى، تقدري تستخدميها المحدد وتعملي بيها الليب كومبو اللي طالع فايلر. ده 442 اللي هو ده. زي ما قلت لكم مالكوش دعوه بالبتاعه دي، اللون بتاعها مختلف عن السن. ده طبعا رهيب اللي هو 442 ده. ده برضو اللي على كشمير، شايفين ده اغمق وده وسط، يعني دي البنت بيضه قوي فاتحه قوي، بنت متوسطه، بنت سمر. ده رقمه 454. ده تقيل وعلى، يعني تقيل على موف. تمام، الدرجه بتاعته 407. تحفه الدرجه، تحفه. درجته 439. هو يا جماعه اصلا البراند دي يعني عندها كميه كبيره من الكوليكشن بتاع الارواج. انا ممكن ابقى اعملهم لون لون واحط لكم الدرجه لوحدها في صوره. 452
تلاقي حتة في ايدي تاني، تحفة. دي درجة من الدرجات اللي اتجنن. دي 406، لسه معانا درجات كتير، عايزين نجيب ايد الناس اللي معانا في البيت. شايفين ده اغمق سنة من دي، او اللون البينك فاتح فيه اكتر. دي 429، رهيبة. دي رقمها 434. ايه يا جماعة ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ده تقيل قوي ومدي على موف. ده ما يعني كل ده عجبني، ده مش اكتر حاجة حلوة، بس لو حد بيحبه رقمه 448، واستخدميه بنفس الطريقة انك لو عايزة تجيبيه يعني ليب لاينر معاه الليب جلوس. وفي بنات كتير سمر بيحبوا الدرجات دي، انا عارفة. و بصوا الشياكة، بصوا الأناقة، شايفين؟ بتحبي تحطي روج كده قوي. 456 الدرجة بتاعته دي، و 403 معرفش أنا جربتها ولا لأ، أهي. وآخر شيد خالص معانا تحفة، ده بحب الألوان دي قوي، 440. زي ما قلت لكم الثبات بتاعه تحفه. بيتحط بمنتهى السهوله، شوفوا بيجمنت قد ايه بلمسه. وسعره حلو يا جماعه، سعره يجنن. وعايزه تحطي فوق الليب جلوس، استني لما ينشف زي ما انتم شايفين كده، شايفين لما ينشف تماما كده، وبعدها هاتي الليب جلوس وحطي بالطريقه اللي هعلمها لك دي. نقطه هنا، نقطه هنا. اللي عايزه الليب جلوس يقعد معاها طول اليوم، هو مفيش حاجه اسمها ليب جلوس ثابت، بس لو انت عايزه يدوم معاكي فتره اطول، ما يبقاش تقيل وشكله بس. بس دي الدرجه بتاعت فاتن. باي.